للاهلي والزمالك، وايضا لنادي سموحه اللي هيلعب مع اهلي الابيض السوداني. حماده السيد يقطع واحده ويلعب واحده طويله، احمد ابو الفتوح استلام ضغط عليه اتقطعت، اوتاكا على طول ملعوبه، حسام جلال استلام لحسام عايز يعدي، حسام يرجع لورا باصتين ثلاثه بالكعب، حسام على تاني عايز يعدي ضغط عليه، صفاره الحكم بيقول ما فيش، توصل لعلي جاب زربكها شويه باص مش مظبوط تتقطع، ترقيصه كده ومحاوله للمرور، لكن ابو الفتوح يلعب لعلي جاب تاني على طول والزحلقه وتطلع وتبقى رمي التماس على طول ضغط، يرجع تاني المعروف يوسف عايز يغير تاني، توفيق معروف عدى معروف يوسف، واحده حلوه لمصطفى فتحي، فتحي بوش القدم لكن على طول التغطيه، ترجع تاني توفيق استلم معروف يغير تاني ناحيه اليمين لشيكابالا، حلوه شيكابالا دخل لجوه، شيكابالا هيلعب لمين؟ شيكا فتوح فتح له في الشمال عايز يلعبها له، فتوح في الشمال عرضيه جول جول، لا 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 في اللحظه الاخيره التغطيه ستانلي هاويتشي، لكن جمله جميله اتعملت، عرضيه حلوه 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 لما تشوفها في السيد واقع فيها كانقذها، لكن جمله حلوه اتعملت احلى، ادي شوفوا بقى هنا شيكابالا وادي القطعه الحلوه احمد ابو الفتوح وادي العرضيه وادي شيكابالا وحماده السيد، وتطلع الكوره وتبقى فرصه ضايعه، لكن عمل التحرك الجيد احمد ابو الفتوح، تحرك كويس قوي عملها له بشكل جيد جدا شيكابالا. النهارده افتتاحيه الاسبوع 31 اربع لقاءات، بكره ان شاء الله لقاءين، المقصه مع الانتاج سموحه مع الاهلي، ثم السبت مباراه وحيده المصري مع بتروجيت، وختام الدور او الاسبوع 31 بلقاء وحيد حكم مدي صفاره وفاول، لقاءين وحيدين انبي مع الاتحاد، المقاولين مع دجله. بعد هذا اللقاء ان شاء الله الزمالك يغادر على بركه الله يوم الاحد الى الجزائر، لقاء ان شاء الله يوم الاربعاء القادم مع اتحاد العاصمه الجزائري في الجوله الرابعه في مجموعته في بطوله الانديه الافريقيه الابطال. هنتكلم عنها ان شاء الله مع اقرب فرصه، ندخل للقاء، اوتاكا استلام يلعب على طول محاوله رزاق السيسي يلعب، ترجع له تاني رزاق السيسي بيحاول يعدي رزاق الضغط عليه اتقطعت، توصل لمعروف معروف يوسف استلام يرجع ورا لاحمد ابو الفتوح